نرحب بكم في هذا اليوم بمناسبة احتفالنا بالذكرى 61 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية. سوف يتحدث في هذه الأمسية بعض من الرفاق والرفيقات عن ذكريات الجبهة. وقبل أن نبدأ الحوار مع الرفاق والرفيقات، ندعوكم للوقف دقيقة صمتا حدادا على أرواح شهداء البحر، شهداء الجبهة والبحرين. تفضل. شكرا. حياك سعد. سعد تفضل. نرحب بكم في هذه الأمسية التي نحييها بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية في 15 من فبراير شباط من عام 1955، عندما أسس الرواد الأوائل من المناضلين الثوريين أول حزب ماركسي في البحرين والخليج العربي بدون العراق وإيران، حزبا للعمال والكادحين والمثقفين. لقد ضربت جذور هذا الحزب في أعماق تربة البحرين، لهذا لم تستطيع أي قوة القضاء عليه بالرغم من كل الضربات القمعية التي تعرض لها طوال مسيرته النضالية والكفاحية. لقد قدمت جبهة التحرير الوطني البحرانية تضحيات كبيرة من أجل أن تنال البحرين استقلالها الوطني والحرية، وأن تسود فيها المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. لهذا قدمت الشهداء والمعتقلين والمنفيين والمطاردين والعديد من المناضلين في البحرين. لقد ساهمت الجبهة في نشر الأفكار الاشتراكية في البحرين والخليج، وتواجد مناضليها في صفوف الجماهير في الأحياء الشعبية ومواقع العمل المختلفة. اليوم نستضيف كوكبة من الرفاق والرفيقات الذين ناضلوا في صفوفها في الظروف الصعبة، ليتحدث كل واحد منهم عن تجربته النضالية لتسجل في صفحات النضال الوطني المشرف في البحرين. بالمناسبة احنا حاولنا بقدر ما نستطيع الاتصال بأكثر من رفيق، يعني اللي مروا بتاريخ النضالي لجبهة التحرير، وحاولنا الاتصال يعني بمواقعهم المختلفة العمالية والنقابية والنسائية، يعني اللي قدرنا حقيقة. في بعضهم لظروف صحية اعتذروا، يعني يمكن حوالي 3 يعني كان لهم دور بعضهم في الحركة العمالية، ظروف صحية يعني تعرفون الوضع الصحي ظهر البحرين لما يصير الشتاء تصير هذه الظروف يعني صحية للعديد من الناس، يعني فما لم يستطيعوا المجيء لهذا اليوم. المهم فإحنا الآن نستضيف يعني في هذه الأمسية الرفيق المناضل الأستاذ محمد حسين نصر الله، وهو غني عن التعريف، بالإضافة إلى المناضل النقابي سيد جعفر الوداعي، والإضافة إلى الرفيق المناضلة نعيمة مرهون، بالإضافة إلى الرفيق عبد الجليل النعيمي، بس سوف يحضر متأخر لظروف ارتباطه يعني بيجي متأخر، فنأمل أن نغطي، وإذا كان هناك في فرصة لآخرين من رفاقنا في القاعة يعني في وقت ممكن نخليهم بعد يتداخلون في هذا الموضوع، ما في أي مشكلة. ونعتذر لأي واحد إذا كنا إحنا مثلاً ما اتصلنا فيه، لأن كنا نحاول العدد يكون مختصر، ما نستطيع يعني كمية كلكم معظمكم ناضلتون في صفوف جبهة التحرير ومعظمكم لكم دور مساهم في ده. وبالمناسبة إحنا اليوم يعني صحيح نحتفل بذكرى جبهة التحرير، بالإضافة اليوم تمر 5 سنوات على اللي هو الأحداث البحرين المعروفة، بالإضافة إلى 15 عام على إقرار ميثاق العمل الوطني، ونأمل أن تعود الدفعة من جديد إلى مزيد من الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن لا يضيق على الحريات في البحرين، بل يفسح المجال أمام توسع لهامش الحريات والديمقراطية في البحرين. سوف نبدأ الآن بالرفيق أستاذ محمد حسين نصر الله، فليتفضل. شكرا.
سوف أتناول أربع ملاحظات عابرة، ولو أردنا أن نكتب عن كل ملاحظة مواضيع لامتدت صفحات، ولكنها قابلة للنقاش. ماذا نستفيد من طرح على مدى 61 عاما، وما هي الشعارات المناسبة التي رفعت في كل مناسبة؟ هل هذه الشعارات مناسبة وتصلح في مناسبات هذه الأيام؟ إنها شعارات حية وتحتاج إلى متابعة ودراسة. لقد أصدرت جبهة التحرير الوطني البحرينية بيانات يصلح بعضها كمشروعات قرارات، فلو توقفنا مثلا عند مذكرة جبهة التحرير الوطني البحرينية المرفوعة إلى جيشاردي مندوب الأمم المتحدة يوثانت إلى البحرين في سنة 1970 للبحث بخصوص تقصي الحقائق حول البحرين، حول استقلال البحرين والرغبة في تقرير مصيرها، لرأينا هذا مشروع قرار متكامل يمكن دراسته وعرضه على عدة جهات، ونأتي ويؤدي هذا المشروع إلى استقلال البحرين وتسليم السلطة لهذا الشعب المكافح، ومن الإرادة الشعبية لشعب البحرين الأبي. ولكن الاتفاقات الدولية والترتيبات الفوقية سلمت الحكم إلى آل خليفة بدل إيران وبريطانيا، وهناك عدد من القرارات تصب في صالح شعب البحرين بكل صراحة. النقطة الثالثة، على الرغم من حملات الاعتقالات الكثيرة التي طالت شعبنا ووقف الشعب صامدا تجاه هذه الحملات، تبين ذلك أصالة هذا الشعب ومدى حبه لوطنه وتراثه، وأنه لم يساوم على ذلك أبدا. لقد ابتلي هذا الشعب بعدة اعتقالات، ووصلت الأمور إلى بث اتهامات خطيرة، إلا أنه ما زال يقاوم وهو يسير على طريق المقاومة الشعبية دون تردد أو كلل أو ملل، وفي المقابل استطاع مواصلة طريق الكفاح بكل ثقة واقتدار. لقد أبدع هذا الشعب في إصدار النشرات رغم قساوة الظروف، وأود أن أخبركم أنه لقد طبعت إحدى نشرات الجماهير في دار الحكومة، وقام بطبع عدة نشرات في المدارس وبعض الوزارات الحكومية وأماكن أخرى، ناهيك أنه قام بطبعها في مطابع الجبهة التي لا يعرف مكانها، وقد طبعت بعض هذه النشرات بحروف مطبعية، وخاصة بيان الجبهة الشهير المعنون لا يفك الحديد إلا الحديد. وشكرا. يريد أن يطرح الأستاذ. الآن الكلمة للرفيقة نعيمة مرهوف، تفضل. مساء الخير جميعا. أولا أشكر للرفيق فاضل على إلحاحه وتصميمه أن يعني بطلبنا أجي وأتكلم عن تجربتي وعن دوري في جبهة التحرير. في البداية طبعا أنا بكون معاكم صريحة جدا، وهي الصراحة يعني ورأيي هذا طبعا وصلته للرفيق وقلت له يعني أنا دوري بالجبهة يعني ما أعتبره أنه فعلا يعني دور كبير ولديك الأهمية، لأن يعني دوري بالجبهة كان لفترة محدودة جدا للأسف الشديد، وحتى يعني
عملي او ان التزامي بعد كان لفتره محدوده. فالاشياء اللي انا راح اطرحها بتكون بالضبط يعني الفتره اللي انا فعلا قدرت اعمل ولو جزء بسيط في جبهه التحرير. كنت اتمنى طبعا من لما كنت بالثانويه اول ثانوي في 65 ايام الانتفاضه كان لي دور طبعا بالمظاهرات بالمدارس في مع الطلبه، فبس ما كان لي اي التزام مع اي حزب او اي منظمه في البحرين، بس مجرد يعني عمل جماهيري ومع البقيه. وطبعا بسبب الحماس اللي كنا فيه احنا وبعض البنات اللي معي كانوا في نفس العام، طبعا فصلونا من المدرسه سنه كامله راحت علينا. وبعدين طبعا رحت لسوريا على اساس اكمل دراستي الثانويه ورجعت. بعدين لما رجعوا البنات للمدارس رجعت وكملت تعليمي في المدارس الثانويه. دوري بجبهه التحرير فكنت اتمنى لو فعلا يعني في ديك المرحله يعني قدرت يعني الجبهه قدرت توصل وتحتوينا في ديك المرحله، وما صارت. المهم في السبعينات 1970 طبعا لما تخرجت من الثانويه العامه ذهبت الى سوريا للدراسه، وهناك طبعا بدات انضمامي الى جبهه التحرير. وكان دوري بالاساس يعني ينحصر ان التاثير على الطالبات الطلاب والطلبه اللي يجون ومشاركة يعني اللقاءات معهم بحيث ان احنا نحتويهم في المرحله هذه. وكان لي طبعا يعني كان دوري او كنت يعني مباشره مع الرفاق اللي هو طبعا يوسف العجاجي وابو غسان واحمد داود، مباشره كان يعني التزامي معهم بهذا. فاني يعني في هال يعني اشوف الموجودين الان في القاعه قامات كبيره ولهم دور في جبهه التحرير واللي اعتقل واللي فصل واللي اشياء كثيره. فاني يعني الشيء اللي قمت فيه ما يعني ما يوصل الى مستوى للرفاق قامات الرفاق اللي تعانوا في هالمرحله. فانحصر دوري في ولما كنت طالبه في جامعه دمشق بحيث ان لما اجي البحرين اكون لما اجي البحرين في الاجازات اجازه الربيع والاجازه الصيفيه يعطوني مهام اوصلها اوصل مهام الى البحرين واوصل مهام الى الرفاق. وطبعا وكنت عضو كذلك لما كنت في دمشق عضو في الحزب الشيوعي السوري. وطبعا هذه المرحله يعني وهذا وجودي بالحزب كثير يعني استفدت منه من ناحيه التثقيف والوعي، فاعطاني يعني دفعه كبيره ان انا فعلا اواصل العمل والنضال. في سنة 74 أو نهاية 73 طبعا جيت البحرين لفترة كان في إجازة الربيع. وطبعا كنت جبت معي كتب شيوعية ومؤلفات بعض مؤلفات لينين ونشرت الحزب الشيوعي السوري نضال الشعب، دخلتهم معي في البحرين طبعا ومسكوني بالمطار ويعني فتشوني تفتيش دقيق واخذوا كل وكنت وفي ذيك المرحله في ذيك الفتره فاخذوا مني كل الاشياء اللي طبعا كنت جابتها. انا لما تخرجت من جامعه دمشق طبعا رجعت البحرين على اساس ان يعني قدمت اوراقي لوزاره التعليم على اساس ان اشتغل يعني قدمت على اساس ان ادرس فلسفه. فطبعا ظليت تقريبا 4 شهور بدون عمل
يعني ما كل ما يعني اروح اودي اوراقي وشكل انتظر ما وظفوني مباشره. فانا اعرف طبعا السبب، ما رضوا يعني ان ادرس الفلسفه في الثانويه العامه، فظليت ينقلوني خلوني سنه كامل مجرد يعني ادرس احتياط كل اربعه اشهر في مدرسه. فاشتغل في مدرسة السلمانية للبنات، وكنت أدرس الصف الرابع ابتدائي. في هذه السنة رجعت إلى في عطلة ربيع، رجعت إلى سوريا في إجازة، فجبت معي هاي الكتب والمنشورات، وجبت كذلك قصص للأطفال من دار التقدم من موسكو، لأن كنت أدرس أطفال. فالمهم بعد التفتيش والهذه أخذوا مني كل الأمور هذه وأخذوا جوازي. وأنا في المدرسة طبعاً اتصلوا في المباحث وطلبوا مني أن أتوجه إلى القلعة للتحقيق وما تحقيق. فرحت طبعاً أول مرة، خلوني يمكن ساعتين أو أكثر بس جالسة، ما حد يعني يحقق معي. بعدين قالوا لي خلاص روحي. بعد أسبوع بعد نفس الشيء اتصلوا فيني على أساس يعني أريد أروح القلعة للتحقيق، وبعد نفس الشيء ما في أحد حقق معي. المرة الثالثة لما سووا التلفون على هذا كله من المدرسة يتصلون فيني عن طريق المدرسة، فقلت حق المديرة قولي لهم أنا ما راح أروح القلعة، إذا يبغوني يجون يأخذوني يا من المدرسة يا يأخذوني من البيت، ما راح أروح أقابلهم. المهم بعد فترة طبعا كان في 74 كان أخي محسن في البرلمان، فاتوسط إلي على عند الشيخ خليفة على أساس إنه يرجعون إلي الجواز، فرجعوا إلي جوازي. وطبعا رجعت إلى سوريا وتزوجت، يعني عشان أنا بس أبغى أبين لكم يعني دوري البسيط في يعني في العمل في الجبهة. طبعا لما كنت في البحرين خلال كم شهر سنة يعني تقريبا، طبعا كانت لي ارتباطاتي وكنت مسؤولة طبعا عن رفيقات، يعني كان لي دور في هالمرحلة هذه، بس أنا أعتبره يعني دور بسيط جدا. صحيح أن أنا مثلا تأذين يعني بالنسبة إلى الوظيفة، بالنسبة إلى العمل، بالنسبة لهالأمور هذه كان حاطين علي طبعا عندهم فايل أسود إلي، بس يعني ما اعتبر انه يعني كنت اتمنى انه يكون لي دور اكثر من اللي قمت فيه. رجعت طبعا بعدين دمشق وتزوجت وظليت تقريبا سنه قبل ما ارجع لما صار العفو. بعدين بالنسبه طبعا تعرفون ان زوجي سعودي، صار العفو بعدين طبعا ورجعت السعوديه، ويعني ما انقطعت يعني انقطاع تام عن البحرين والله عن نضالة البحرين أو عن الجبهة، لا بس ما كنت يعني عضو ناشط ولا عضو مشارك في ديك الفترة. فيعني هذه يعني هي تجربتي في بالنسبة لل يعني جبهة التحرير. أنا يعني ولهذا كنت يعني خجلانة أقول لك بصراحة إن أنا فعلا أجي أتكلم، لأن يعني في مناضلين مناضلات قامات كبيرة يعني لهم دور لهم كذا شكل، المفروض هم اللي يكونون على المنصة وهم اللي يقولون عن تجربتهم بشكل بحيث إن يعني الكل يستفيد منها. أنا طبعا استفدت كثير من يعني انضمامي إلى جبهة التحرير، ولو إنه يعني ما تفعل فيها بالشكل المتواصل والصحيح، بس الحمد لله يعني ظليت كفكر كإنسانة يعني من بالنسبة للعمل بالنسبة للنضال على طول يعني أحاول إن أقدم أي شيء. ومثل ما تعرفون بعد ما صارت المنبر وهالشكل كان لي دور في المسألة، وهذا كل اللي عندي يعني، وشكرا لكم. نشكر الرفيق نائمة مرهون على هذا الموجز،
وبالفعل هناك العديد من الرفيقات والرفاق الذين لهم خبرات ولهم عمل، ونعرف وندرك أن هذا بالفعل يستحقون هني. ولكن الاختصار أقول نتمنى في يعني مثل ما يقولون في المستقبل مزيد من الرفاق، سواء كان عن طريق المقابلات والحوارات اللي نجريها، بحيث أننا لازلنا تقريبا في بصدد اللي هو إنجاز الكتاب الثاني. يعني الكتاب الأول تم إنجازه، وإن شاء الله نعمل في الأشهر أو الأيام المقبلة في لقاءات مع الرفاق عندما تتيح الفرصة إلى لجنة التوثيق يعني من جديد. أما الآن الكلمة إلى الرفيق النقابي المعروف سيد جعفر الوداعي ليحدثنا عن تجربته النضالية في صفوف جبهة التحرير، غني عن التعريف يعني، فنترك الكلام. مساء الخير، تحية للرفاق والرفيقات الذين لا زالوا مؤمنين بالفكر العلمي الثوري القابضين على هذا الفكر. طبعا في محطات يعني من ذو انضممت إلى جبهة التحرير الوطني البحرانية كثيرة، يعني النضال الوطني أنا طبعا انضممت إلى هذا الحزب لأنه حزب عمالي، حزب يدافع عن العمال والفلاحين والمحرومين، ولهذا شدني الانضمام إلى هذا الحزب. في محطات طبعا صعبة، ولكن هي أنا أعتبرها يعني محطات لذيذة، أتلذذ في النضال من أجل العمال والفلاحين. في الستينات طبعا يعني كنت أنا يعني أوزع المنشورات في المناطق في القرى، وخاصة هاي قناة الدراز ما كانت مزفلتها يعني، وعندي سيكل والسيكل يغرز في الجسمة. في رمضان الناس لما يفطرون نستغل فرصة الإفطار لتوزيع المنشورات، طبعا من قبل ما في مكيفات يعني، فاحنا نتعمد ان نقط المنشور من النافذه من الدريشه، نقط عليهم ما يشوفون المنشور جاي. وفي دكاكين اللي هم الشياب كنت اروح اقرا المنشور عليهم يعني، حتى هم كل شهر يقول لي ها سيد ما في منشور، ما طلع منشور جديد. كانوا متلهفين يعني، حتى عمال بابكو يعني، في عمال في بابكو يعني متلهفين لسماع منشورات الجبهة يعني. يعني في محطة في العمل النقابي طبعا، احنا في جبهة التحرير هي اول حزب عمالي كان يعني عنده ينظم يوجه النقابيين في الاعمال في جسمه. انا بجيب يعني اول يعني اضراب دائرة الكهرباء، لما احنا قمنا بالاضراب اولا قبل سنه واحده كنا نشرح للعمال يعني كيفيه الاضراب وليش الاضراب، يعني ما كان الاضراب يعني عفويا يعني، لا كان في دراسه الى الاضراب يعني، ليش انت تضرب على العمل، شنو المطالب اللي عندك يعني، ما كان يعني بصوره يعني عفويه. ليس الاضراب من اجل الاضراب، إنما الإضراب من أجل الحقوق يعني. النقابي لابد لما يضرب على يقوم بالإضراب يعرف ليش يضرب على العمل، هل هو بس من أجل الإضراب يعني، لا، في هناك أمور تستدعي الإضراب يعني. بعد الإضراب طبعا فصلت من دار الكهرباء، وكان في يعني أحداث في باربار لأحداث يعني داخلية، فاستغلوا الاضراب هذه واعتقلوني على اساس التحريق والتخريب. التحقيق ودوني سافره، انا الوحيد اللي ودوني سافره غير ذاك اللي جوده ودوني الخميس، فكان التحقيق عن جبهه التحرير وعن ضابط الكهرباء. قلت له الضابط تعال انتم جودين على التحريق عن باربار، انت شلون هني تحقق وياي عن جبهه التحرير ودار الكهرباء؟ قال لا هذا قداميهم بس هني غير يعني.
فشلون يعني يعني هم يصطادون يعني الأشياء يعني على الناس يعني قدام الناس غير وراء الناس غير يعني. بعدين يعني اعتقلت يعني طبعا في العزيمة يقولون العزيمة سنة 70 اعتقلوهم. أنا كنت في نعيم ما كنت في باربار يعني. طبعا أخوي شبر كان موجود في البيت وصغير فأخذوا وياهم يعني. حتى عبد الله الراشد يقول في الناق يقول أي بيجيبون أخوه جابوه شافوه قدامهم جابوه. بعدين رحت البيت أنا هم راحوا لي نعيم لما رحت البيت أنا ما صادوني عقب هدوهم بس يعني ظهر غدوهم ما غدوهم ما أدري لأن ما قلت وياهم. المحطة الثالثة يعني كنت أنا في طبعا اعتقالنا في 23/8 ايه 75 الا في الزنزانة قلت لهم انا حسب ما يعني حسب رؤيتي ان ممكن بحلول البرلمان. ولهذا هم جمعوا القيادات النقابية والسياسية عشان لا تطلع مظاهرة احتجاج على حل البرلمان. عقب يوم فعلا حلوه يعني. حتى ويانا واحد في الزنزانة اسمه محمد الجوذر هذا هم بيعتقلون محمد الجوذر راحوا اعتقلوه مسكين وجهه صار أصفر حالة حالة. قلت له وش فيك احنا كنا يعني حالنا من حالك يعني. قال لا ما قلت له لا انت ما بيسوون فيك شيء انت بغدونك جدة لكن ما بيجيبونك في اللجنة بغدونك في اللجنة بس ما بيجيبونك في اللجنة بيجيبونك في طائرة هليكوبتر معزز مكرم ولا تخاف. وفعلا جابوه يعني. يعني راح عم داق راح عم قال هاي مو هاي اللي تبونه محمد جوذر غير يعني. فجابوه في الطائرة يعني. طبعا أنا يعني أطلق سراحي في العيد الوطني ما صار لي كم يوم يومين ما صار لي صارت قضية المدني فردوا جوا اعتقلوني. بعدين اللي مشي السيارة مالتي أنا كنت مودي بنتي المستشفى فقعد يمشي السيارة وأنا في الوسطى وزوجتي قلت له خلني أنزل زوجتي هني. قال لا ما ممنوع علينا أنت بس دقيقتين. قلت لا لا أمل لكم يا أهل الكوفة. قال سيد إحنا أهل الكوفة. قلت إذا ما نزل زوجتي إذا ما نزل زوجتي ويا بنتها يعني ما بيلحقون عليك إلا وراك يعني عندهم مسدسات ومسدسات وغيره بقضى عليك في السيارة. والله تنزل زوجتي هني. ونزل زوجتي وطبعا يعني يعني أنا قاعد يحققون إياي فصلوا ثيابي وكل شيء وغير هو يعني عشان بس يعني ممكن ديك الليلة أنه يقتلوني يعني. بعدين جاء واحد من المخابرات مالهم قال سيدي اعترفوا. قلت يلا هدونا الجماعة اعترفوا بعدش تخلونا. قال لا بعد على الاحتياط. بعدين رحنا ناس اسمه الجفير اللي في الجدة ودوهم الجفير عبد الله يرحمه عبد علي الخباز والجماعة ها سيد اللي رجعوا. قلت بعد شو سووا بعد قتلوا هالموفق وحنا طعنا فيها. بعد بعد ما أطلق سراحي في 76 كنت اشتغلت كهربائي من تنس في كومستك اللي هي شيدة المستشفى السليمانية وشيدة الولديين الظاهر. أنا كونت لجنة نقابية من العمال الهنود. النقابي هو النقابي ما يوقف عند بس مال بلده إن أنا والله أنا هي عمال بلدي إن أوقف وياهم. لا النقابي يوقف ويا كل يعني يقول أممي. إحنا ليش أمميين؟ نوقف مع كل المحرومين يعني. فشكلنا نقابة من العمال الهنود وصارت مسيرة من السلمانية إلى وزارة العمل السابقة اللي صوب القصر. الظاهر بعدين هي سعيد اعتقلوه وجاء خليفة خلفان كونه مدير وزارة العمل. قال لمحني أنا قال سيد توك هادينك وبعد مسوي. قلت أنا ما لي شغل أنا ما أعرف إنجليزي والمطالب كلها باللغة الإنجليزية. قال بعد علي بعد أنا هذا ما تمشي. أنا اللي أبغى أقوله إنه يعني هو الصعاب لازم عليها ناس عندهم روح الإقدام يعني
أنا اللي بقوله يعني إن هذا تاريخ وتجربة يجي فيها الكل يعني. إن ما أنا أتردد إن أنا أقول ما أقدر أسوي هذا الشيء أو ما أقدر أسمه. وإحنا الحين كنا شباب، وين الشبيبة؟ نبغى شبيبة يتعلمون من يعني الإنسان يتعلم من تجارب الآخرين، سواء كان في البحرين يتعلمها أو من الدول الأخرى يتعلمها. تجارب هذه تجارب ما تمر كذي، لازم يتعلمها الإنسان. لابد إن واحد يغير في اسمه. طبعا هذه في 87 آخر مرة يعني، طبعا اعتقلت في 87. طبعا هجمة شرسة كانت، وزوجتي توها مسوية عملية، فكانت الهجمة شرسة يعني علي. كسروا البيبان، كسروا كل شيء، ما خلوا شيء. أطفالي شالهم من على مراقدهم، راحوا المدرسة يصيحون. صار صعاب، ما نقول مو صعاب، لكن انت خلف بالك انك قاعد تناضل من اجل شيء. يعني الصعاب هاي تتدلل اذا انت تناضل من اجل قضية. وفي اشياء ثانية يعني انا ما طبعا ما يعني كثير ما اتذكرها يعني الحين. بس الحزب، الحزب اللي يصير على مبادئ علمية لا يمكن يسقط، لا يمكن يسقط. مبادئ علمية ثورية، الثوري ما يتراجع، ولكن ما يقوم بأخطاء يعني غير صحيحة أو غير لائقة. يعني هاي الثوري، الثوري يناضل. النضال أرجو من رفاقنا ورفيقاتنا أن يثبتوا على هذا الطريق. هذا الطريق يعني تنويري، حزب قام بتنوير في جميع المناطق البحرين. لو ما الحزب هذا اللي أخذ على عاتقه تنوير الجماهير وتوعيتهم عن كل الأشياء يعني. وشكرا لكم. نشكر الرفيق سيد جعفر على هذه الذكريات الجميلة، ونترك الحديث إلى الرفيق عبد الجليل النعيمي أبو مجيد، فليتفضل. مساء الخير رفاق، وأهنيكم من القلب بالذكرى العطرة لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية التي نحتفل بذكرها الآن، والتي نمثل في المنبر الديمقراطي التقدمي امتدادها الطبيعي والتاريخي. أنا لما طلب مني رفيقنا أبو شفيع أني أشارك اليوم بذكرياتي، فقلت له رفيق أنا معترف بكل شيء من زمان، قدمت اعترافاتي في أكثر من مناسبة، في لقاءات مثل هذه، في لقاءات تصويرية مع الرفاق يعني بالفيديو توثقت، في جلسات أشبه بالتحقيق لكتابة تاريخ الجبهة. فما عاد عندي شيء تقريبا يعني غير تكرار ممكن يكون ممل. اخترت طريقة ثانية لأن نتحدث عنها يعني بسرعة في نفس الوقت، هي استعراض للمراحل اللي مر بها تاريخ الجبهة إلى ما قبل الإصلاح، بدء العملية الإصلاحية إذا بقى من الإصلاح شيء يعني لحد الآن. ونحاول لما، لأن أنا أعتقد كل مرحلة كان فيها مهمات خاصة تملي روحها على الحزب بحد ذاته داخلية، ومهمات وطنية عامة تختلف عن المرحلة اللي عقب أو تتداخل معها في بعض الأمور. هاي المراحل شفتها ستة يعني إلى حد قبل الألفية الجديدة يعني. جيد أن نستعرضهم ونشوف هل هذه المهام اللي نفذتها الجبهة بذلك الوقت من أجل تطوير الحزب، يعني هل نحن الآن قاعدين نتصدى لذات المهام؟ هل مطلوب منا أن نسترجعها ونتصدى لها بالفعل؟
منتصف الخمسينات اللي هي مرحلة التأسيس، هاي كان الزخم الكبير اللي مرت بحركة الوطنية في البحرين تحت قيادة هيئة الاتحاد الوطني. هيئة الاتحاد الوطني كانت تتميز بجماهيريتها الواسعة جدا، بكونها حركة شبه منظمة، موجودة قيادة علنية معروفة، موجودة بعض الكوادر تتحرك، لكن ينقصها البناء التنظيمي حقيقي، كوادر صف ثاني وثالث اللي ينقصها طبعا بشكل أكبر غياب البرنامج الواضح المطروح على الجماهير، وينقصها بشكل أكبر وأكبر النظرية الفكر الذي تستند إليه. رفاقنا في ذاك الوقت جو يتصدوا إلى هذه المهام وهي تأسيس الجبهة، انطلاقا من مقولة لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. يعني ما ميز الجبهة عن التكوينات السياسية السابقة وتحديدا يعني الهيئة هو أنها حزب يؤمن بنظرية ثورية تغييرية للمجتمع، ومعظم الكوادر كانت عالية التثقيف في ذلك الوقت، كوادر تعبت على روحها سواء تربت في أحزاب ثانية من قبل أو إن على أيدي هؤلاء الرفاق الذين تربوا هناك، ربيت أجيال أيضا الأولى من داخل البلد. أذكر يعني بعد انضمامي للجبهة وقبل حتى، وأنا كنت نسمى بالأنصار سمباتيزان، كانت كل خلية حزبية مصنع لرفيق شيوعي من كل النواحي، من الناحية الفكرية نظرية، من النواحي السياسية ومتابعة الأخبار بشكل ناقد وتحليل. كنا نتابع ما يجري في الجزائر، في فيتنام، في أندونيسيا، في بلدان أخرى، ونطرح الحدث للتحليل في داخل الخلية. فسياسيا أيضا كان الرفاق مع كل اجتماع خلية يرتقي أكثر في وعي السياسي. لازم في كتاب معين كنا يعني أحد الرفاق يقدم نبذة عن هذا الكتاب وعن موضوعات فيه وتوضع للمناقشة بين الكل، يطلع الرفيق من اجتماع الخلية وقد ارتقى فكريا مسلكيا. سلوك كل رفيق يخضع في داخل الخلية للدراسة والتمحيص والنقد والنقد الذاتي، هذا بند كان موجود في كل اجتماع خلية من خلاله أيضا يسقل الرفاق سلوكيا ويتحسن أداء وعلاقته مع الجماهير في نضالاته اليومية. هذه المرحلة أيضا كانت مرحلة إعداد وإقرار البرنامج السياسي للحزب لجبهة التحرير، واللي صدر بعد أن نضج يعني في عام 1962. يعني أنا دخلت الجبهة بعد هالمرحلة هذه، يعني بعد مرحلة إقرار البرنامج يعني 63 تحديدا، و يعني كان أسهل على الخلايا أيضا في ظل وجود هذا البرنامج أن تقوم بمهامها مسترشدة بالبرنامج السياسي الجبهة. مرحلة منتصف الستينات واللي توجت بانتفاضة 65، المهمة التي طرحها الحزب على نفسه هو طبعاً دي لم تكن مكتوبة ولم تكن معلنة، ولكن بالممارسة العملية انطرحت، إنه الانتقال يعني من البناء الحزبي البرنامج إلى
توطيد البناء الحزبي وتعميق العمل الجماهيري. سنوات الستينات كانت سنوات نشاط جماهيري سري مطلق ولكن واسع جدا، يعني شمل مختلف مناطق البحرين في اجتذاب رفاق وأنصار إلى الجبهة. وكان في نفس الوقت أيضا إذا نجحت هيئة الاتحاد الوطني في بناء وحدة وطنية وفي منع أن يحدث انشقاق طائفي عمل عليه الاستعمار البريطاني بالبلد على أساس شيعي سني، كان أمام الجبهة في الناحية مهمتين: الحفاظ على ما حققته الهيئة الوحدة الوطنية وعدم الانقسام على أساس طائفي، أيضا كان التحدي الثاني هو بروز النعرة القومية في ذلك الوقت وحدوث حتى شرخ، بداية شرخ تسميه على أساس يعني الأصل القومي. كان في عداء بين حركة القومية العرب وبين الشيوعيين وحتى تميز بعض الصدامات، ولكن تم تداركها فيما بعد إلى أن بالفعل الجبهة نجحت في مواجهة هذا التوجه وطمس مثل هالتناقض قبل أن أو هالتناحر قبل أن يعني يستفحل. وطبعا دفع ثمن هذا ثمن غالي رفاقنا اللي من أصل إيراني، عانوا أيضا من بعض المواجهات اللي كانت ارتكبت بحقهم، ولكن في حتى كثير من أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء فيما بعد بفضل يعني صبر رفاقنا وتحملهم في معالجة مثل هذه الأمور. أيضا طبعا في هذه الفترة إجت انتفاضة 65 واللي تحدثنا واجد عنها. هنا كان دور الجبهة المهمة اللي وضعتها أمامها هي الحفاظ على الوحدة الوطنية بالمعنى السياسي، بمعنى وحدة القوى السياسية الموجودة في الساحة، حركة القومية العرب البعث غيرها. واللي عايشة وديك الفترة كلهم يذكرون أن النشرات التي تصدر كانت تطبع في مطابع جبهة التحرير، كانت توزع أساساً من قبل رفاقنا في جبهة التحرير ولكنها مذيلة باسم كل القوى الوطنية، ويعني هذا ساعد على أن يعطي الانتفاضة زخم شعبي كبير جدا. مرحلة نهاية الستينات منتصف السبعينات أيضا جاءت فيها مهام غير حزبيا داخليا، انطرحت مهمة بناء الكادر، وبالفعل في هالفترة هذه نشط الحزب في إعداد كادر الحزبي، الكادر النقابي، الكادر القطاعي الآخر شبابي وطلابي، وأرسلت يعني مبعثاتهم بالأفراد طبعا يروحوا، أرسل الرفاق إلى دورات حزبية ونقابية وشبابية من مختلف المستويات، إن على المستوى الكادر الوسط ما فوق الوسط وحتى الكادر القيادي. وبالفعل هذه الفترة أوجدت لدى الحزب كوادر مؤهلة تكتسب أثناء الدورة ليس المعارف النظرية وفنون العمل الجماهيري نفسها، ولكن أيضا خبرات الدول الأخرى، لأن يلتقي المناضل من البحرين مع المناضل من كوستاريكا مع المناضل من أدغال أفريقيا إلى آخره، وكل هالخبرات هذه تتداخل وتتجمع مع بعضها. وهذه كانت يعني يعني الخبرات كنز يعني يضاف إلى ذخيرة الرفاق. هذه الفترة أيضا توجه فيها يعني مع بناء الكادر التوجه إلى خلق المنظمات
الجماهيرية الرديفة إلى الحزب. يعني طبعا بداية كانت موجودة شبيبة جبهة التحرير اللي على أساسها شكل الاتحاد الشباب الديمقراطي البحراني المعروف عندكم جميعا باسم أشدب. أسس أيضا في هذه الفترة من منظمات الجماهيرية اتحاد الطلاب في الداخل، أسست في أيضا في بداية السبعينات 72 في هذا الشهر نفسه فبراير جمعية فتاة الريف. في هذه الفترة أوجد الحزب حول نفسه سياج من المنظمات الجماهيرية التي نشطت في داخل البلد، وكان لكل تنظيم من هذه التنظيمات قيادته الخاصة، برنامجه الخاص، ونشرته التي تتحدث باللسانه أو لسان حال التنظيم معين. وبالفعل يعني هذا أوجد سياج جماهيري كبير جدا حول الجبهة. ترجم هذا في انتخابات 73 حيث كان للجبهة ولليسار عموما بروز واضح في الساحة، وأثر هذا على نتيجة الانتخابات البرلمانية تأثير كبير، وكلكم تعرفون الدور اللي لعبته كتلة الشعب في هذا البرلمان. فترة الثمانينات هاي الفترة العسيرة كانت بالفعل على جبهة التحرير. في نفس الوقت اللي كان فيه في بداية الثمانينات التوجه للاستمرار في إعادة بناء الحزب بعد الضربة اللي واجهته في مرحلة ما بعد البرلمان والانتقال من النضال شبه العلني اللي كشف كثير من كوادر الجبهة طبعا، ومع الانتقال إلى مرحلة ما بعد البرلمان وجهت ضربة كبيرة لنا، ولكن في نفس الوقت أيضا عمل على إعادة بناء الحزب من جديد. هذه العملية نشطت مع بداية الثمانينات، وأنا في ذلك الوقت كنت في عدن في اليمن، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ممثلا لجبهة التحرير. هناك عملنا على جمع الرفاق من كل مكان سواء من داخل من خارج كممثلي عنهم، وعقد كونفرنس للحزب لمراجعة يعني وضعنا السابق وضعنا الآن وماذا بالنسبة للمستقبل. وبالفعل يعني قطعت أشواط في إعادة البناء الحزبي سواء بالنسبة للحزب أو بالنسبة للمنظمات الجماهيرية. وأيضا بدأ التفكير في العمل على إعداد برنامج جديد للحزب يعكس المرحلة والمهام هذه المرحلة في ذلك الوقت. وتم إعداد هذا البرنامج كشكل مسودة وتعب عليه كثيرا. طبعا للأسف الشديد منتصف الثمانينات أو بداية النصف الثاني من الثمانينات وجهت إلى الحزب ضربة مؤلمة جدا، يعني تقريبا فككت أوصال التنظيم، ويعني يعني تقريبا أصيب يعني بحالة شلل يعني في الحياة التنظيمية لفترة لا بأس بها. خسرنا في هذه أيضا الكثير من الرفاق سواء يعني استشهادا أو تعرضا للتعذيب ما ترك أثر عليهم فيما بعد، أو بعدم قدرة الكثيرين على مواصلة العمل الحزبي والجماهيري.
في نفس الوقت نشط الحزب في هذه الفترة في الخارج بشكل تعويضي، لكن كان في ترابط وثيق جدا بين النضال في الداخل والعمل رفاقنا في الخارج، بحيث أن على كل الأوضاع اللي مرينا بها سواء قبل هذا أو في وقت الأزمة التنظيمية هذه، أن تكون القيادة داخل البلد وليس في الخارج، وأن يبقى رفاقنا في الخارج يعني منفذين إلى متطلبات الرفاق في الداخل. نشاطنا في الخارج أخذ المنحة الحقوقي والتضامني، وبالفعل يعني ساعد على كبح يعني موجة الإرهاب اللي كان يتعرض لها رفاقنا. وكان احنا نقول دائما لنجعل من الكف اللي يتعرض له الرفيق في داخل السجن يرن في كل عواصم العالم في كل مكان، وأن ينتبه العالم إلى ما يجري في بلدنا. وبالفعل كان نشاطنا مش لوحدنا بس في جبهة التحرير، مع رفاقنا في الجبهة الشعبية، مع مناضلين آخرين يعني مختلف الاتجاهات في المنظمات الدولية، ساعد كثيرا، ساعد أكثر هو توحدنا نحن ورفاقنا في الشعبية في العمل في الهيئات الدولية العالمية، لأن جمعت الكوادر، جمعت الجهود والإمكانيات، وكان مردود عملها أكبر في هالناحية. طبعا إجت مرحلة بداية التسعينات ورفاقنا من جديد بدأوا ينشطوا في انهاض الجماهير، ويعني حتى فكرة العريضة النخبوية أتذكر حتى نوقشت مع رفاقنا الداخل وإحنا برا، يعني حركوا الدعوة إليها وتحركت وقررت هذه العريضة استوت، وبعدها جت العريضة الشعبية اللي فعلت فعلها الأكبر. لكن أيضا توافق في هذه المسألة في هذه الظروف أن اليسار في انحسار، بينما القوى الدينية كانت تتقدم كثير في هذا الوقت، و عوضاً عن أن تأخذ هذه العرائض النخبوية والشعبية يعني دورها في التأثير على الجماهير ويعني اجتذابهم إلى استكمال النضال السلمي الديمقراطي، الشارع نحى منحى آخر للأسف. وفي هذا الوقت كانت قوى اليسار فاقدة السيطرة على توجيه الوضع، وبالتالي مرحلة التسعينات نقدر نقول بعكس المراحل الأخرى ما كنا احنا نحدد ملامح يعني او وجهاتها الى اين تسير والى اي هدف، وهذا انعكس طبعا للأسف الشديد يعني آلام كثيرة على الحركة الوطنية، تراجع في الوعي الاجتماعي، وأيضا عدم تحقيق مكاسب فعلية في ذلك الوقت. أتوقف طبعا عند هذا، وفي الواقع كل مرحلة اللي قلناها تحتاج لتحليل أعمق، دراسة أكبر لأساس نستفيد منها، وإحنا نشوف إن هالمهام اللي مرينا بها كلها الآن بحاجة إحنا نرجع لأن نشتغلها. قضية التثقيف الحزبي الدوري أنا أعتقد نحن تخلفنا كثير فيه، ونحتاج إلى يعني أن شيئا ما نعمل في إنهاض ذاتنا في قضية المنظمات الجماهيرية، يعني نحتاج أن نقف وقفة أمامها، ندرس ديك التجارب بهدف أنه الآن نقدر نعمل على أنه يعني ندعم العمل الجماهيري، يعني يمكن ملحوظ غيابنا عن منظمات المجتمع المدني، غياب واضح يحتاج إلى استدراك.
عدنا من الكوادر يمكن ما يكفي لتنشيط هذه التنظيمات، ولكن لا تزال الإرادة لا تكفي من أجل هذا، وغياب الخطة أيضا، وأمور أخرى أيضا أعتقد نقدر نستفيد منها من تجاربنا السابقة. وشكرا جزيلا. شكرا الرفيق عبد الجليل النعيمي ابو مجيد على هذا الاسهاب، على هذا يعني التحليل، ورغم انه اكيد في جعبته واجد من الكلام ولكن يبدو انه بعد اختصر. في الرفيق استاذ محمد في بعض المحطات يمكن تناساها الحين بس يحب يذكرها، فبنعطيه مجال. تفضل. بالنسبة إلى شبيبة جبهة التحرير، كان في موجود قطاع نشط وقام بعدة نشاطات في الداخل، وأيضا مثل البحرين في مهرجانات عالمية سواء كانت في موسكو أو في بلغاريا. وأول كان يعني مؤتمر شبابي حضره رفاق من شبيبة الجبهة كان في موسكو، ومن اللي حضره من الشخصيات خليفة خلفان، علوي شبر، عبد الله الباكر، خليفة شبر، صلاح المدني، علي حميدان وآخرين، وكان ممثل لجبهة التحرير الوطني. ولكن المؤتمر الشبيبي أو الشبابي الآخر بارز اللي صار في 68 في بلغاريا، حضر مؤتمر، حضر وفد شبابي كبير برئاسة أحد الأعضاء في الداخل، ومثل فيه الشباب وأيضا المرأة مثلت فيه تماما، ولاقى استحسان والنشاط الجماهير موجودة. ولكن هذه في الداخل بدأنا في سنة 66-67 إنشاء الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الداخل. هذا كان مختصر على طلاب المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية والصفوف العليا في الابتدائي، وكان له نشاط بارز وإلى نشرة تسمى صوت الطلبة، يعني تنتج طباعا وتوزع في جميع أنحاء البحرين. وقد اصطدمت الشرطة مع هذا الاتحاد في المدارس، وتم اعتقال بعض الطلبة خصهم مثل مدرسة المنام الثانوية، الحورة الثانوية، وثم المدرسين. الاتحاد الوطني لطلبة البحرين كان مكون من قيادة جبهوية طلابية، كان في أحد الأعضاء محمد علي الشيخ، عبد الله خليفة، يوسف محمود، وحميد عواجي، وكان يقود هذا الاتحاد في الداخل محسوكم، كان يقود هذا الاتحاد، وكان له نشاط بارز جدا جدا. وثم صارت اعتقالات، في أذكر أول واحد اعتقل من المجموعة محمد علي الشيخ، واستمرينا في الاعتقال، إلا أن الاعتقال الآخر اللي حدث لي في عام 69 في 8 جون 69 شل الاتحاد نوعا ما، وعلى أثر ذلك اتجه التنظيم إلى تكوين اتحاد الشباب الديمقراطي بداية من 72، وإلى كوادره وإلى نشاط الحزبي وإلى تقاريره وإلى حزبياته. Yeah.
طبعاً صارت ضربة في 75 بعد أغلاق البرلمان ورفع الدستور وشل التنظيم، لكن التنظيم في الحالة نشط أيضاً في اتجاه معاكس واستمر في نشاطه إلى أبعد الحدود، سواء كان في الداخل أو الخارج، سواء كان في مؤتمرات الشبيبة أو في المؤتمرات السياسية، وكان يجوب العالم لرفع هذه القضية. ففي كان مؤتمر في موسكو في عام 75 اتخذ فيه قرار ليكون اليوم 7 ديسمبر يوم التضامن مع الشعب البحريني، وبالفعل هذا مشى القرار في العام الذي يليه. وفي 73 لما حدثت انتخابات، يعني اعتبر 7 مارس يوم الديمقراطية لأن صارت انتخابات في 7 مارس ونشط 7 ديسمبر ونشطت القيادات الجبهوية والشباب في هذا المضمار وعملوا عملا حسنا، ولا يفوتنا ان انشأت على اثر هذه كتلة الشعب كانت تعتمد في برنامجها على برنامج واحد، ما كان مسموح ان يصير نشرة جماعية باسم جميع الأعضاء، فكان كل عضو يخلي صورته ويخلي برنامج كتلة الشعب ويوزع، وهذا البرنامج توزع توزيع عام، توزع كثيف على جميع أنحاء البحرين، وكان له أثر في اختيار كتلة الشعب 8 من 12، تقدموا 12 نفر ونجح منهم 8. يعني أعتقد هذه بعض النقاط العريضة، وإذا كان في أحد استفسار عنده يمكن الإجابة عليه، وشكرا. شكرا أستاذ محمد على هذا الطرح. أما الآن فنستضيف الرفيق إبراهيم الجمري، أحد معتقلين ضربة 86 واللي مكث في السجن حوالي 5 سنوات وكاتب 3 سنوات وكاتب خواطر في السجن، سوف يتحدث فيه. تفضل الرفيق إبراهيم. مساء الخير، نهنيكم بالذكرى 61 لتأسيس جبهة التحرير الوطني، ونتمنى أن تنعاد علينا هاي الذكرى وإحنا في وضع أفضل من حالي. طبعاً بالمناسبة في فبراير 89 وإحنا كنا في سجن المنامة، يعني خطرت في بالي هاي الاحتفالية، يعني إحنا احتفلنا بها بطريقتنا في السجن، وخطر في بالي حكي أقوله ونظمه. طبعا ما اقدر اسميه شعر، قلنا نسميه خواطر، احاسيس، يعني فمن وحي المناسبه. طبعا هذه هي النسخه الاصليه اللي ما بقولها الحين، وفي بعض الخواطر المتعلقه بولدي خليل، كان طفل عمره سنه يوم اعتقل، و يعني أعبر عن محبتي إلي ورغبتي في أن أشوفه دائماً أو أكون وياه، وعن الانتفاضة الشعب الفلسطيني كانت أيضاً بعض الكلمات، بس وهي مكتوبة طبعاً على قطعة قماش يعني أخرجناها من السجن، وفي يوم طلعت أنا من السجن يعني غلفناها في هذا. هذه طبعا عن تأسيس التحرير ومناسبة ذكرى التحرير. ما عليك يا حبيبي، أنا بتقرب لها. زين
فاسمحوا لي أول شيء وضعي الصحي بيأثر على الصوت وربما النطق وربما لأن أنا مو شاعر ولأنا يعني من الأدباء ولكن اقبلوها مني يعني طبعا باللهجة العامية والعراقية أساسا اسمها الربيع يقول ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي أنا قصدي أن الربيع عندنا من مارس يبدأ الربيع احنا في 15 فبراير يعني قبل الربيع ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي يعني جانا التلفون قبل الوقت ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي هب النسيم من الشمال وتنفس بكل حي صوب الشرق طل النجم أحمر وخلى ليالينا ضي وبان البدر ابن النجم أجمل ونور على كل حي هم الشمس غير عن أمس وانعكست على المي ذيك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي ذيك السنة جانا الربيع من دون ما غدوة يعني قصدي ما رجع يعني ما رد غدرنا زين من دون ما غدوة وازداد النخيل ويا العشب خضرة وتراقصت الأغصان والطير في غنوة مينا صبح أعذب ودربنا أضوى بسأل سؤال صغير قل لي صحيح ولا خطأ يا خي كلامي قولي قولي صحيح ولا خطأ يا خي ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي ديك السنة جانا المطر ومن القزح أقواس ومن الشمس عم الضوى وهم الدفاع عن الناس وشع العلم بعضهم فكر في الراس وضح الفكر حق العمل متراس زرعوا بنا والورد صار غراس حب العمل حق الترس والزارعين للري ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي ديك السنة جانا الربيع أيام خوش أيام كان البحر هايج يعني هي إشارة إلى الأوضاع في خمسينات يعني كان البحر هايج والموج فوق الهام مركبنا وسط البحر يمخر وحسيننا نهام طبعا حسين هو حسن نظام أنا فكرت اسمه حسين هو اسمه حسن نظام وحسيننا نهام وإحنا شراع وهوى والصارب مدان اللي هو علي مدان صار اللي هو الدقل طبعا كلكم تعرفونه زين حسين على الدفة يعني على القيادة وهو على الهنام الهنام اللي هو مقدمة السفينة زين يسبر غوار البحر ويشير لي قدام ويقول يا أبو علي وجهتنا صوب الضي زين ذيك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي ذيك السنة جانا الربيع مع عدة المعمل يعني الربيع أشير للجبهة ذيك السنة جانا الربيع مع عدة المعمل يحيي زنود العمل ويحالف المعول اللي هو إشارة للفلاحين يبني ويخطط للأمل وبالعز وبالعزم ما يبخل ويرفع بوجه العدى الشاكوش والمنجل ويعلن زمان القهر شمسه بدت تقفل أما زمان الهنا نجمه بدأ أكمل وما ما يصيب الجسم القلب يبقى حي ديك السنة جانا الربيع قبل الوقت بشوي سجن المنامة فبراير 1989
زين وده ما هو سجع ولا يعطيكم العافية. مشكورين يعني على التصفيق ما ادري ومجاملتين. نشكر الرفيق المناضل إبراهيم الجمري على هذه الخواطر الجميلة جدا. والله بعد شاعر بعد احنا ما نعرف بعد مو خواطر شعر جميل يعني صراحة. نشكرك يعني جدا والفعل يعني طلع من داخل القلب لأنه كان في المعتقل في معاناة كان يعني كتبه. الآن بعد يعني ما انتهى الرفيق إبراهيم من هذه القصيدة أو الخواطر كما سماها الجميلة، إذا هناك في أسئلة أو بعض الاستفسارات يعني مجال لكم تقريبا أقل ما أدري ساعة كم حين عندنا نص ساعة إلى عشر يعني تقريبا. زين إيه بس إلى عشر ما منطول يعني حقيقة، إذا في يعني تساؤلات ولأن هي حقيقة تعبير عن كل واحد ما عنده من داخله في عمل الجبهة. نعم أحمد تفضل. إيه تفضل. أنا سعيد اليوم بمقابلة عبد الجليل الحليبي في كارفور، وعائلة الحليبي الكرام معروفة في تاريخها وحضورها في المواقع، كانت معارضة أو مناهضة أو كانت حقوقية. ما أردت أن أسجل في هذه الليلة الطيبة أنه الربيع العربي ومن أطلق الربيع العربي جاء ليؤكد أنه الشعب البحريني عامة والقوة الفكرية، احنا دائما نقسم الذوق إلى قسمين، ذوق عام وذوق فكري وأدبي. الربيع العربي جاء لكي يؤكد ويرفض الحكم أو يرفض النظام المبني على الجوانب أو الفرق اللي احنا نسميها دائما العصبة السلطوية والعصبة الأمنية والعصبة الدينية والعصبة الثيوقراطية. نحن مع الربيع العربي لنرفض هذه التوجهات وهذه الأفكار وهذه الأيديولوجيات، بجانب انه احنا من أطلق أحمد مسامحة أحمد ترى هني عن اليوم الحديث مو عن الربيع العربي، اليوم عن ذكر يعني رفاق يتذكرون يتحدثون عن تاريخ حزب سياسي مناضل جبهة تحرير الوطن البحرين، فإذا صار موضوع عن الربيع العربي في إمكانك تدلو بدل وقف فيه معنا. طيب بس يعني طيب خلونا نرجع أوكي أستاذ الحليبي حبيبي، أنا أردت هني تسجيل قوى 55 والقوى 65 عملوا جاهدين إلى
المناضلة من أجل إيش؟ من أجل الحرية ومن أجل العزة والكرامة للمواطن البحريني. إحنا لا نريد اليوم أن نذكر أنه هناك قسم أو آخر، وإنما نتحدث عن البحث. معلي أنا عندي توجه ومنتمي لكتلة وعد، أنه إحنا الحياة وقفة عز، هذا علمنا عبد الرحمن النعيمي. شكرا مكي. رحب بكم، شكرا إلى رفاق المنصة والرفيقة مرهون. الحقيقة ما بطول عليكم، حي وأرحب ب اللي هو عمر التحرير 61. أنا ما بقلبها هم وغم، مثل طبعا محطاتنا كبيرة وبعودة. أنا بالنسبة إلي من في أشدى 79، أنا من خريجين 78 إلى 86 ومن ثم 86 إلى الآن وإلى 2001 وإلى الآن. أنا بس بغيت أغير سالفة الهم والقام، بغيت أقول لكم مواقف طريفة اثنين أو ثلاثة، واحد بصورة سريعة. يعني طبعا اللي بقوله يدل على مثل ما قال الأستاذ محمد نصر الله، شلون كان العمل سري للغاية جدا. من واقف طريفة اني اني كنت رايح اربط واحد في الشارع بين جنوسان وهني على هذه، طبعا بأمر من الرفيق الرابط. فكانت العلامة الفارقة انه كان ايام صيف وكان يحمل بلابيل في قفص. زين فكان يقول لي، كنت اسأل البلابيل قلي فعلا يعني لازم تكون بلابيل في القفص، فكان يقول لي ايه قلي واجد، فبعرفه يعني. بس اللي صار انه وصلت اشوف القفص موجود بروحه في الشارع وفي بس اثنين، واشوف الرفيق اللي او اللي رايح اربطه بش اسمه اللي هو داخل في الزراعه، اقول له رجع شاف السياره، يعني رجع عرف انه شافني وقف وحاص. فسالني يقول لي، سالته اقول له شخبار البلابيل، اللي يقول لي زينين غلي بس واحد منهم طار. وفعلا رحت اياه، وبعدين رحنا اشرف سيبوي. طبعا اشرف سيبوي لا حد يذكرها على خط بدية محطه يعني، فاكل ايس كريم وبعدين بعد ما شفته بعد طاري البلابيل وهو ما رجع بعد. هذا واحد. موقف ثاني وسريع، طبعا اهل الشاخوره واهل ابو صيبع والحجر عارفين بعض، عندنا مكان يسمونها النخلتين، الناس تسهر في الليل احنا نسهر في النهار الظهر ويا الميد والشراب وهذا. زين قاعدين قلت لهم انا عندي شغل بامشي وين الى نعيم. طبعا باختصار وصلت نعيم على اساس اربط شخص، ولا الشخص اللي بربطه كان يغني في القعده كان يغني. قلت له هاي شغله بخاطر. شيء ثالث وسريع، طبعا الى ذكرى الى المرحوم وحيد محمد سعيد اذا احد عرفه. وجين صارت هي ذكرى مفاجئه في لندن سنه 81، كنا ندرس في كليه كارلت بارك مع بعض ويانا حسين يوسف، ما ادري احد عرفه، كنا ساكنين في بيت واحد. ف الجماعه صارت قلاقل على اساس الراتب الشهري في اللي هو في الجامعة. فابتئينا الجماعة شافوا إن نسوي اللي هو نرفع السالفة إلى رفاقنا في لندن موجودين. فكان وحيد يشتغل على بال إن أنا العمل سري ما يدري، وأنا أصغرهم كنت
فكان يشتغل يبي يضمني، انا حسيت الشغله يعني زين. فيوم من الايام سوينا طبعا العريضه وهم رفعوها حسين يوسف ووحيد، وانا من صوبي انا ما يعني ما عرضتهم ولا تعرضت لهم بشيء، بس انا من صوبي بعد سويت نفس الشيء. فدخل واحد يوم واحد في الحجره فشاف عيونه على الورقه اللي فيها الاسماء الزين، فيها اسماء بعد ازيد ثلاثه واربعه كذي، جالي يقول لي تعال من وين لك هالورقه وكو فيها اسماء؟ قلت له لي هذه، عرف طبعا الرفيق وحيد ان انا هذه، راح خلى الورقه على بالي راح ودي الورقه يعني الحجره، راح ورجع بمخمه اللي يقول لي خلنا اضرب فوق راسك تعبني وانا اشتغل عليك اثار انت ويانا. وشكرا يا جماعه. الان الكلمه للدكتور حسن مدن وبعد اعرف ان شاء الله. بس سعد تريد تتكلم؟ اي نعم. اعطي استاذ سعد الجزاف هني قدام سعد الجزاف، بعدين الدكتور حسن وبعدين اعرف. وأقدر نضالاتهم ولهم كل التقدير والاحترام. ولكن الحقيقة يجب يعني أنا شخصيا أن أتساءل، أنا غير منتمي لأي حزب ولا أؤمن أيضا يعني أني أنا أنتمي، أنا فكري حر أعبر به حسب أحاسيسي يعني. هو السؤال الآن اللي يجب أن يطرح الآن يعني في خضم الأحداث الآن اللي تمر بها البلد، وين المنبر التقدمي؟ وينه؟ هل يستطيع المنبر التقدمي أن يقول شارع الآن؟ شنو مساهماته في الأحداث؟ هل قدر أن يضع مثلا بدائل لما يحدث الآن؟ البلد الآن تعيش أزمة، هل المنبر التقدمي يعني ساهم في حل هذه الأزمة؟ هل وضع تصور واضح شيء يكون على الأقل ممكن يساهم؟ وإلا بس ياسين احنا في هالمحل الزين الفيلا الجميلة دي يعني نمشي أمورنا هالشكل، وين المنبر التقدمي في الشارع؟ أنا ما أشوفه حقيقة، ما أشوفه. أنا أشوف الآن ناس برجوازيين قاعدين يشتغلون ومريحين وين النضال؟ وين النضال التاريخي؟ وين تاريخكم النضالي؟ هل وقف انتهى عند الستينات أو عند السبعينات؟ سالفة يعني هذه اللي يجب أن يناقش حقيقة. نحن نقدر، أنا شخصيا يعني أنا أقدر يعني نضالكم وكفاحكم ما تعرضتوا له، هذه كلها أنا أقدره، لكن الحين أنتوا وينكم؟ هذه قضية. أي صار؟ شكرا. أو لا أترك أعطي الدكتور حسن مدن. شكرا للرفاق يعني على هذه المداخلات القيمة اللي أضاءوا فيها يعني جوانب من تاريخ جبهة التحرير، تضحياتها ودورها وما تركتها من آثار يعني في حياة البحرين السياسية والاجتماعية والثقافية. وأعتقد أن كل واحد في هذه القاعة هو يعني عنده حكاية أو عنده جزء من هذا التاريخ يحمله يعني في صدره ويمكن يفصح عنه. طبعا أنا ملاحظتي كنت
ناوي أقولها في البداية للمنظمين للمكتب السياسي والمشرفين على الملتقى، إن في المناسبة في المرة القادمة في الذكرى القادمة أو في أي مناسبة مشابهة نتمنى أن يكون صوت شاب، يكون معاكم صوت شاب لن يتحدث عن ذكرياته اعتبار أن ليس له ذكريات في هذا التاريخ الطويل الحافل 60 سنة يعني أو أكثر، ولكن ليحاول أن يجيب على بعض ما طرحه الأستاذ سعد الآن. ماذا تمثل جبهة التحرير بالنسبة إلى الجيل الجديد؟ كيف يرى شاب من داخل هذا التيار يعني وليس من خارجه؟ ما الذي يعني يجذب شاب إلى الفكرة التقدمية أو إلى التراث الكفاحي لجبهة التحرير لكي يعني نعرف يعني أيضا موقعنا الآن من المجتمع، كيف ينظر إلينا المجتمع، كيف تنظر إلينا الأجيال الجديدة؟ أعتقد هذه مسألة مهمة. طبعا ما دام الميكروفون في إيدي يعني فرصة أنا أيضا أنطلق مما تفضل فيه الأستاذ سعد الآن في تساؤلاته، هو تساؤلات وجيهة. طبعا لا يستطيع المنبر التقدمي أن يدعي ولا غيره من القوى السياسية المشابهة يعني في الخط السياسي والفكري أن تقول بأنها تقود الشارع الآن أو لها الدور القيادي. الآن الشارع ليس في البحرين فقط، الشارع في المنطقة العربية ككل يعني اختطف من تيارات أخرى لها النفوذ ولها الدعم من الجهات هي صنيعة الأنظمة. خلنا نقول في الوقت اللي هذه الأنظمة بما فيها في البحرين تكالبت على التيار التقدمي واضطهدت، وهذه الشهادات احنا اليوم سمعنا يعني بعضها يعني، وهذا غيض من فيط يعني، وهمشت وعزلت، كانت تقدم كل أشكال الدعم للتيارات الأخرى التي الآن تستحوذ على الشارع يعني بصور وبأشكال مختلفة، لأنها كانت تعتبر هذه الأنظمة كانت تعتبر هذه القوى هي الأداة الضاربة لتهميش التيارات التقدمية والعلمانية إلا صنعت يعني هذا الوجه المضيء للبحرين اليوم. إن كل الموجودين برجوازيين، اسمح لي يا أستاذ الفاضل اللي أعتني أنت يعني غير منصف يعني في هذه، حتى في هذه المنصة هناك كادحين حتى هذه اللحظة يعني بعرق جبينهم يعني ويعيشون يعني في حتى يمكن القول في فاقة يعني، وحتى قبل سنوات قليلة يعني في 2011 كثير من أعضاء هذا المنبر نالهم ما نالهم يعني من الأذى، من الفصل من العمل ومن الاعتقال ومن الملاحقة ومن التشهير. فنحن لا نتحدث عن ماضي يعني، ولكن أنا أتفق معك يعني، وربما هذا يعني سؤالك يحفزنا يعني ويحرضنا إحنا يعني كأعضاء في المنبر التقدمي على أن يعني ننتقد أنفسنا أيضا. وأتمنى يعني ربما أنا لو قلت أن في شاب يعني ربما لو شاب تحدث لن يكون مأسور بتاريخ النضالي فقط، وإنما هو يرانا الآن بعين جديدة يعني عشان يفتح بعد عيوننا على هذه الصورة وربما يجيب على بعض التساؤلات. يعني هذه الاحتفالية طبعا من حق نحن التيار يعني بهذه العراقة وبهذا التاريخ وبهذه التضحيات أن نحتفي، أن نحيي هذه المناسبة وأن نوصل صوتنا إلى الناس يعني في هذه الفرصة، ولكن أيضا أن تكون مثل هذه المناسبة محفز لنا، لأن أيضا نتنبه يمكن الأخ رفيق جليل نعيمي أشار في ختام مداخلاته إلى بعض أوجه النقص والضعف يعني في عملنا، وهي ليست قليلة على كل حال، وهي مسؤوليتنا يعني أن نقف أمامها بكل صراحة وبكل شجاعة من أجل تطوير عملنا في المستقبل، وأهم شيء من أن نقيم الجسور مع الأجيال الجديدة. أنا أعتقد هذه هي المهمة، هذه الخبرة الآن العميقة والعريقة والغنية والثرية ربما تنتهي بوفاة يعني أصحابها يعني بعد عمر طويل. يعني إحنا نريد أن تأتي أجيال جديدة تتلقف هذه التجربة وأن تواصلها وتطورها بظروف اليوم بمهارات الجيل الجديد وبما يمتلكه من كذا. وشكرا. المتحدثين بيكون الأخ عارف والرفيق بعد قاسم يعني، وبعدين بعطي له المنصة لأن الوقت داهمنا يعني. تفضل عارف.
السلام عليكم. اولا اشكركم جزيل الشكر على السرد التاريخي القوي يعني بنضالات الشعب البحرين، وانا عندي امنيه اتمنى ان تصدروا يعني مجلد توثيقي يضم جميع النخبه الفاضله من المناضلين، يكون مجلد ويكون بعمل سينمائي، وايضا حبذا لا يكون في عمل مسرحي او يعني يمثل نضالات الشعب اللي قامت فيها اي امنيه. وايضا اتمنى ان يكون في تواصل مع الاخوان في الدول العربيه، يعني مستقبلا لو يتم دعوتهم يعني للقاء محاضره او شيء يتعلق ايضا بتوحيد هذه يعني التيار على مستوى الوطن العربي. شكرا جزيلا. أعرف الآن الكلمة إلى الرفيق قاسم آخر المتحدثين في الصالة. أنا أشكر الرفاق اللي سردوا لنا هذا البحث يعني على أساس صار في تنوير أكثر يعني، وأهني الجميع بهذه المناسبة. أنا اللي أبغي أقوله بعد في أنا تذكرت يعني أشياء اللي هو أيام القوميين العرب. إحنا بدأنا بالأيام قوميين، إحنا كنا قوميين يعني بدأنا، فكان في الستينات أتذكر إن الستينات كانت القومية تتمثل في العراق عبد الكريم قاسم، وفي مصر جمال عبد الناصر. أنا كنت صغير، كان المسيرة لما نطلع في المسيرة، والمسيرة يعني غنية ديك الأيام، وكانوا شيوعيين ما يقدرون يطلون بشكل مباشر يعني. أنا الحين أنا أقول يعني ديك الأيام ما أدرك يعني، فكان لي يعني في ضر طرافة يعني صارت. خالي يحملني صورة عبد الكريم قاسم، كان الهتافات عاش الزعيم عبد الكريم والخالة المهداوي ذيك الأيام، وجمال عبد الناصر كان الشعب كل يا جمال نريد سلاح يا جمال نريد سلاح، هاي في الستينات. وأخوي يرد يجيبني يقط صورة عبد الكريم قاسم وحملني صورة عبد الكريم جمال عبد الناصر، فيجي لي خالي يقول لي ليش انت ما تحمل هاي، ويضربني ويرد رجعني لهناك، ويجي لي اخوي وفي نفس الوقت بعد ياخذني ويرد يوديني هناك، فصرت في عذاب وياهم يعني اثنينهم. فقمت انا ميال حق جمال عبد الناصر يعني. انت تشوف ديك الايام يعني كان جمال عبد الناصر يعني ايام يعني كان عبد الكريم قاسم شيعي، لكن كانوا اللي يحبون جمال عبد الناصر الثقافة لها زخم يعني، كانوا الناس ما تفرق يعني ما تهتم في سن الشيعة مثل اليوم، فكانوا ملايين يعني اللي يركضون وراء جمال عبد الناصر يعني، ويعني يسمعون الآراء. وتعرفون ذيك الأيام كان يعني عند الروادي، وإذا كان جمال عبد الناصر بيلقي كلمة، فيعني هذا اللي عشت يعني، هاي بس أيام القوميين العرب يعني، في طبعا أشياء واجد بس. شكرا. قاسم الآن الكلمة إلى المنصة، فما أدري نبدأ من السيد جعفر. طبعا يعني في محطات واجد ما قلتها يعني، لان انا كنت يعني على عجل، قالوا لي لما جيت هنا قالوا لي يعني اسمع، ما كانوا قالوا لي من قبل. الا احنا اذا نتكلم يعني المسيرات العماليه اللي كنا نقودها في السبعينات، من يقودها يعني؟ شيوعيين. انا كنت في قياده المسيرات العماليه اللي انطلقت من دلنقومبي ومن جسمه وغير، وكنت انا جنب الى جنب مع جليل الحوري، وكنا نجتمع في الحورة، قيادات النقابية نجتمع في الحورة،
أما قضية عبد الكريم قاسم شيعي مو شيعي، أمه شيعية. أنا ما أقول ما أبغى أتناول الموضوع هذا يعني، ما أبغى أدخل فيه يعني. في لما حاصرنا السكرتارية في 72 وجانا الخبر إن البرلمان بيعطوكم إياه وش غير، وصار ضرب الإنجليزي على الضابط الإنجليزي قام يطلق الرصاص في الدوار، من القيادة كانت يعني. إحنا ما ننفي دور الحركة الوطنية القوميين العرب والجسمه هاي، ما ننفي يعني كانوا في موجودين في قيادة المظاهرات موجودين اسمه، لكن الشيوعيين كانوا أساسيين في قيادة اسمه. أنا بغيت أقول لقاسم يعني الشيوعيين من البداية كانوا، حتى مارس 65 من كان اللي يقيد التظاهرات؟ يعني ننسى محمد السيد ميداني، كان محمد السيد. وإحنا حملنا فعلا صورة جمال عبد الناصر في باربار في 65 حملنا، وكانت مظاهرة قوية، لكن هذا لا يعني أنهم الشيوعيين. إحنا الشيوعيين قدام، إحنا اللي كنا نهتف في المسيرة، وإحنا اللي كنا جسمه. من غيرنا كان ما في قوميين عرب كان عندنا إحنا في باربار. 65 أيوة. على العموم يعني إن في محطات كثيرة يعني اللي إحنا كنقابيين، وما نقول إحنا قادة يعني، إحنا ناس عاديين يعني، بس قد المسيرات العمالية وقدنا اسمه، حركنا الشارع، حركنا الجماهير في القرى، حركناها يعني عمل دؤوب يعني. أنا لما أقول من ساعة بغيت أتكلم يعني إن حزب يعني مع الأسف الشديد إن أنا ما أحب يجي اليوم أنا موجود فيه أشوف إنه يموت يعني. الحزب يعتمد على الشباب، على الشبيبة. هو كان عندنا إحنا من قبل في السابق روح المبادرة والإقدام. إحنا لما تنضرب خلايانا إحنا بروحنا نجدد الخلايا، إحنا نبادر، لأن إحنا عندنا 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 كلمة إن جندي وقائد، جندي وقائد. إيش معنى جندي وقائد؟ أنت تنضرب الخلية، أنت بروحك تقود من جديد، تبعث الخلية من جديد. هاي كان إحنا عملنا. فأرجو من الشباب إنه يبادر يعني، روح المبادرة ضرورية يعني. شيوعيين لهم تاريخ عريق ومشرف يعني في قيادة الشعب البحريني. شكرا. يجب أن نعمل بين الجماهير حاضرا ومستقبلا، فهو الهدف، فهو الهدف الأساسي لتوسعة العمل التنظيمي ووصول الأهداف الحقيقية لشعبنا. وشكرا. شكرا أستاذ الرفيق أبو مجيد، تفضل. يعني شكرا الرفيق، ما علي أقول لك رفيق الجزاف، على يعني الملاحظة أكيد نابعة من حرص على دور اليسار، دور المنبر تحديدا في أنه يعني يكون فاعل في الأحداث. إحنا قلنا أنه وهذا الزمن مو زمن اليسار للأسف الشديد، يعني سواء عربيا أو محليا في انحسار، هذا أكيد في قصور ذاتي توجهنا إلى الشباب، إلى الجسم اللي يحتاج تنشيط. بس في الجانب الآخر، الجانب النوعي، إنه المنبر وين؟ المنبر موجود، خاصة في المنعطفات الأساسية. مع البدايات المنبر كان إلى تقدير الخاص، الموقف الخاص، وطرحه ومشى فيه بالنسبة إلى خوض انتخابات 2002 بوضوح زين، ودخوله ده أسس إلى بعدين مشاركة وطنية عامة يعني في المنبر. لما جاء الحديث عن أول ما يوم للعمال عالمي، خلينا نكون منصفين، حتى في كوادر عمالية اللي جلست في ذاك الوقت مع جلالة الملك كانت تبغي أي يوم غير مربوط بأول أيار. هذا اليوم اللي يعني معروف أنه رمز لحركة الطبقة العاملة الأممية عالميا. المنبر بادر إلى مسيرة جماهيرية لوحدة دعا إليها، وبسرعة من أجل فرض يعني
كان محدد يوم 23 اكتوبر ما ادري كم بيصير يوم العمال. التمسك بهذا اليوم، هذه المسيرة انضم إليه يعني قاربت الألفين ذلك الوقت، وفرضت جو من أجل اعتبار أول مايو عيد العمال أسوة بكل العالم، وإنما نكون شاذين عن هاي. 2009 لما بلغ الاحتقان بين القوى السياسية والنظام أو الوضع العام ونظام الحدة، وكان واضح أن الأمور يعني وصلت إلى مأزق سدود، المنبر بادر بطرح مشروع الوطني ونعم ودعا إلى حوار وطني في ذلك الوقت في 2009. لو أن هذه المبادرة استمع إليها بصوت ناضج بتفكير ناضج لكانت أنا أعتقد جنبت البلد ما حدث بعد 2009. أنا أتكلم لك على الأشياء النوعية اللي المنبر كان حاضر فيها. مبادرة المنبر لطرح بدائل حتى بالنسبة للنظام البلدي إلى غيره على مستوى الوثائق، الحوار الوطني لما جاء تقدم المنبر برؤية رؤى كاملة للوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي إلى الرياضي نازل، ولكنها ركنت هناك في ذاك الحوار، لم تناقش الأوراق المقدمة من قبل هذا. البرنامج العام السياسي المطروح يحدد رؤية واضحة إلى نموذج الدولة اللي احنا نبغيه من ناحية نوعية، هذا الطرح موجود ومتفرد بعد إلى حد كبير في وضوح الرؤية والهدف والانحياز الطبقي الاجتماعي. نعم أوجه القصور الثانية اللي تقولها نحن بحاجة إلى تداركها والعمل فيها، لكن لدى المنبر التقدمي ما يفخر به في إساماته حتى اليوم. شكرا. شكرا للرفيق أبو مجيد على هذا الطرح، وشكرا لكم على الحضور، ونتمنى نلتقي معكم في فعالية أخرى قادمة. شكرا لكم مرة ثانية.